In the figure shown, which graph represents the field lines due to two spheres with equal and opposite charges? احنا عندنا positive و negative. لو حطيت شحنة بوزيتيف وشحنة نيجاتيف والاتنين متساويين يبقى هيطلع خطوط قد بعض مبدئيا، بيطلع من البلس ويروح للماينس دايما كده. طب وهنا يطلع بقى بلس يسرح في اي حتة كده، اما الماينس يجي. بصراحة خطوط الالكتريك فيلد عمرها ما هتتقاطع، وبالتالي هنا تتوازى هنا كده وده يطلع منها، لكن عمره ما يتقطع، يدخل على لحظه كده كل الاسهم دخل على السالب وكل الاسهم بالبوزيتيف طالعه منه، والخطوط لا تتقاطع، يعني خطوط الاي لا تتقاطع تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة. حلو إنك تخلي عدد الخطوط متساوي، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ودول مشتركين. عدد الخطوط يدل على شدة الإلكتريك فيلد. فلو مثلا ده ضعف ده، خلي عدد الخطوط طالعة منه قد مرتين عدد الخطوط اللي داخلة الشحنة السالبة والعكس. طيب مين يتوافق بقى مع الشكل ده؟ انا ما شفتش الاشكال اصلا. تعال نشوف الاولاني ده طالع من كلها خطوط من خطوط الخطوط الالكتريك فيلد، طالعة من البوزيتيف وداخلة على النيجاتيف، عدد دول مشترك، لكن هنا ثلاثة وهنا ثلاثة داخلين فده صح، ممكن يكون في حاجة تانية صح. تعالوا نشوف نفس الشيء، كله طالع وهنا كله داخل، بس هنا في خط طالع زيادة، ادي اتنين ومش داخلين هنا، فده غلط، مع اني يعني يحقق ان خطوط الالكتريك فيلد ما بتتقطعش وتخرج من الموجة تدخل للشحنة السالبة، لكن لازم عدد الخطوط طالما متساويين يكونوا متساويين. هنا لا، في خطوط تطلع من البوزيتيف تدخل للنيجاتيف، ايه اللي مانع ان الخطوط تطلع من هنا تدخل هنا؟ فالشكل ده مش مظبوط. وان كان العدد هنا كان في مشكلة ان طالعة من السالب، يعني ده غلط خالص، يعني يطلع من السالب لا، المفروض يدخل على السالب، هنا طالع من السالب فبرضه غلط. هو مسهل علينا الاختيار.